راس المال كلينا وصافي عليه السلف، ايه السلف وايه الكريديات، ورحنا ضايعين ضايعين، وهذا السوق راه ما لايقناش. حنا اصلا عارفين فين جينا، في الحافه شتي. انا دابا باش قلت لك هبط البلاصه، راه في الحافه الا جات الفيضه الاولى عليا انا ومريضه، قلت لك عايشه غير بالدواء. انا قلتها لك ديك النهار، قلتها لك دابا عايشه هي بالدواء، وما عنديش الاولاد، عندي جوج بنات، يعني ما عنديش اللي يخدم عليا، والراجل عيا مريض ما تخدمش عليا، وهذه هي خدمتي انا، هذه باش مكبره اولادي. وراه هنا الثاني كيعرفني بان انا قديمه في السوق. بغينا بلاصه فين نخدموا على ولادنا، حنا غرقنا بالكريدي. هذا السوق هذا ما لايقناش. الاولى غادي تدق على عباد الله، شي هذه الشتا الاولى غادي تدق على الناس. هذا راه ما صلاح ما والو. فين حاشاك الطواليط هي الاولى، فين الماء؟ هاد الناس اللي كيطيبوا الماكله باش غيطيبوها، ها فين الماء؟ فين حاشاك الطواليط اللي غيمشيو للكبارات بحالي انايا؟ فين غيمشيو؟ هاجيو الناس يتقداو، فين غيمشيو عيالاتهم، فين غيمشيو بناتهم؟ هذا راه ما سوق ما والو، هذا سوق خاسر ما لايقش. شتي حنا باغيين نخدمو، حنا باغيين نخدمو، حنايا راه معيشين ولادنا من هاد الشي، من هاد السوق، حنا باغيين نخدمو. ولكن راه ما كاينش، دابا رمضان كله حنا كنجيو وكنطلبوا الاصلاح، وشي اصلاح ما كاين. اخي هذا راه ماشي سوق، هذا راه ماشي سوق. والسوق عايزين الانسان كي غيولي، حنا كنديرو فيه كذا دابا كيولي لينا، كي غيكونوا الحوايج، كي غيكونوا المواعن، كي غيكونوا هاد الشيء، لا طلعوا لا ماء لا فيني، هاد الظهر ودنيت عينيك مول كنتوضا ونصلي ونعديو حق الله، هذا فين باش غنكونوا؟ وهم حتى الحجر ما كاينش فيه اللي غتمم فيه، هذا راه ماشي سوق هذا، عطيونا سيدي سوقنا كما كنا فيه ونتغداو الغرض، ومن يتصلح هذا احنا مستعدين، ولكن الا ما كانش اصلاح ما جايينش ليه، وراه ما كاين سوق والو. في رمضان قالنا غنصلحوكم وغنديروا كونوا هانيين، انت تكونوا كل شيء موجود، دوزوا طريبه هنايا، وقالوا لك انتم عمر صبحوا كل شيء باني بلا هذه بلا هذه بلا والو. اش راه ماشي سوق هذا، راه ماشي سوق. الاخ الكريم، حنا سواقه معروفين، ما علينا، انا كنبيع العطريه، واش انا واش العطريه تصلح تباع في هذا السوق هذا؟ واش نبيع الكمون عامر كاع تراب الناس؟ ممكن الناس عاملين التراب مزرار؟ ما يمكنش. دابا المهم حنا ردونا السوق ديالنا، بين نصلحوا هذا السوق هذا ونجيو عندهم، والحل الوحيد يديروا قرار بين السواق يهزهم تما، تما يعطيونا يهز هذاك معروف هذا مرفق بالتقييده ويجوا يحطوهم هنا، ماشي واحد نهار اثنين جاي معمرين السوق البراني وما كاينش، ما كاينش السواقه، يجيو عندنا تما ويقيدونا بلا كارت بالسميات بهذه فوتوكوبيت ويجيبونا ويحطونا بكل واحد بلاصته. وقعت الفوضى، الناس اللي كانوا سواقه في السوق بالبلايص ديالهم معروفين، ما هزوهمش كما هما لهي وحطوهم هنا، حطوا داك الشيء عشوائي ولا بنادم كيدار مع بعضياته. حنا كنطالبوا اليوم نرجعوا لبلاصتنا الاساسيه، نرجعوا لبلاصتنا للسوق، ومن ثم نتقيدوا كل واحد بالبلاصه ديالو وشحال عنده في بلاصتو ويجي لبلاصتو، باش ما تكون لا فوضى ولا والو. هذا هو المطلوب.